حته اتكلمت فيها الكتاب المدرسي ليه ما فيهوش اي عقد نافع. يعني الكتاب المدرسي بيطبع، يعني كان من سنوات ممكن ولي الامر في البيت بعد ما يخلص شغله بيمسك الكتاب ويقعد يذاكر لعياله، هو بيقرا حاجه فيفهمها لانه عقله اكبر شويه، هو لسه فاكرها ويقدر يشرحها لعياله. اتحدى لو حد يعرف يمسك الكتاب يفهم منه حاجه. الكتاب نفسه غامض، الكتاب نفسه ما بيوضحش ايه الموضوع، راس الموضوع عنوان. لكن كان زمان يقول لك الامثله والحل وبتاع ويجيب لك في اخر الكتاب فيه الحلول والتدريبات بعد كل درس او كل فصل. الكتاب ما فيهوش اي شيء. طب الورق ده حرام، اطبع عليه اي حاجه، يعني بيعوا فيه طعميه. لكن انت تيجي تطبع لك بمليارات او الله اعلم بكام بالظبط، والناس تلاقي الماده في الكتاب الخارجي، والكتاب الخارجي يمكن دلوقتي ما عدناش بنسمع عنه، هو الدرس الخصوصي، والدوله تقعد تقول الدروس الخصوصيه. طب ما يا اخوانا انت وفرت ايه عشان خاطر تبقى حليت مشكله الدروس الخصوصيه؟ يعني فين الكتاب اللي المدرس هيشرح منه في الفصل، او العيل يشتغل عليه في البيت هو ولي امره، او انه العيل كان زمان المدرس يقول لنا حضروا الدرس الفلاني كل حصه وكل ماده، يبقى عارفين احنا خدنا الدرس ده والدرس الجاي نحضره نقراه ونحاول نفهمه على قد ما نقدر، عشان لما نيجي نسمع شرح الفصل نعرف نفهمه، وبعدين يعمل لنا اختبارات فيه، وبعدين اختبارات الاسبوع والشهر وهيصه. فانت مش محتاج درس خصوصي ولا محتاج تشوف المعلم. وكان يعني اذكر كان اللي ياخد درس ده كان يبقى شله كده قليله قوي العيال اللي مش نافعه. فانت دلوقتي تبص تلاقي اللي ما بياخدش ده ولا مش نافع، امور اتقلبت.